لابس كوتين. الله يبيض وجهه والله العظيم. شوف يا ابو هادي عانك بما انك انت اليوم 49 صح؟ انا هو اللي خلاني اطلع. شوف 7000 حرمان من الحصان. والله العظيم الرجال هذا يعني على كثر خصوماته علينا وعلى عقوباته، لكن عز الله انه سند لنا. ايوه هاي ابو محمد عز الله انه سند لنا، الله يبيض وجهه. اضحك في داخلنا. من امثاله وجعل والله اللي مثله واجد، وقف معنا وساندنا، وتراه سماني ابو محمد. قال المفروض انتم تقولون الله اللي عزنا ما لحد منه. الله اللي عزنا. الله اللي عزنا ما لحد منه، اللهم لك الحمد. عزنا الله بتوفيقه ثم وقفة اخواننا وابو سلطان، وهذه يعني من ضمن مسيرة النجاحات باذن الله. وابو سلطان اضافة كبيرة لنا والله العظيم، ان كلامه اللي قبل شوي وضحكه معنا ولعبه معنا انه كان ما هو بسلطة عليا و... طلعتوا خفيفين. خفيفين. افصح عليكم ثلاث شهور اضحك معكم اخر شيء يجي راسكم. يا اخوي اعطيك شيء مخلف يحط رجع رجل. تكي قال علي هذه انا اعطي مخلف رجع مخلف يحط رجع رجل. قال يضحك. يعني لو انه وقت نص برنامج يضحك. لو نص برنامج انسان يضحك. يضحك ويسولف نفسنا. سبحان الله. ايش عنده ساعة طويل ذب؟ ساعة طويل عشانك حلقت يعني تسوقها علينا. مستغرب يعني الرجال هذا له كاركتر يعني شخصية. قسم بالله نحن اليوم تغير. احسب انه ما يضحك. شكرا ترك الدوسري. شكرا ترك الدوسري. ايه ترى لا تسوون انك تمون الحين حدث ذي ترى الحين بعد ختاميته ذي ما عاد يقدر يرجع يستبعد. يا رجال الله يسعده ان شاء الله. صح الله يسعده. اسمع انت ما عاد يقدر يرجع يستبعد خصم صح؟ لا اخذته. لا اخذته في ذمه. ايه ادعته انت في البرنامج ادعته خلاص. يعني هو وين طلع ولا باقي؟ باقي؟ وين؟ خلصتنا. الهقاوي على كبار الهقاوي حاجتنا يا أس. شكرا ابو سلطان.